هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة. النجمة صفاء أبو السعود. صفاء أبو السعود. النجم أحمد صيام في يوميات صفصف. بعدين معاكي وارث. لا ما انت فاكرة ايه، ده احنا اغنياء والصلاة على النبي، وانا وارث بيت ايه، بيت كبير كبير. واول مرة اعرف برضو ان الورث بيت كبير. ده بيت قديم جدا، انا وارثه عن واحد من عيلتنا اللي في الصعيد. واول مرة برضو اعرف ان ليك عيلة. يا سلام. والله اول مرة. مال اللي جم معايا عشان يخطبوك دول ايه؟ لا طبعا ليا عيلة. مال يعني عاملين لي داونلود كده من على الانترنت يعني؟ يا حاتم انا اقصد اقول ان اول مره اعرف ان ليك عيله في الصعيد الجواني. لا ما هم دول قريب من جوه، قصدي من بعيد يعني. معلش يا صفصف، المشوار طويل بس يستاهل. الخاله عرضت عليا مبلغ كبير قوي 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 في البيت اللي انا ورثه ده عشان هي تشتري، وده امر انا مستغربه له جدا يا حاتم بصراحه. مستغربه على كلامك، البيت قديم ومتهالك، ليه الخالة تعرض المبلغ الكبير ده علشان تشتريه؟ عشان تعرفي بس ان اهلي مش اي ناس والسلام. لا الناس هاي قوي قوي قوي. الحمد لله. خلاص اطمني اهو، ادي احنا وصلنا البلد اهو يا ستي. كيفك يا حاتم يا ولد ولد اختي؟ ازيك يا خالة؟ تعالي يا صفصف، تعالي يسلمي على الخالة. بونسوار يا خالة. كيف يعني؟ خبر يا صفصف، ما اقولك خالة والصعيد الجواني. ده وقت نتكلم فيها يعني اسباني؟ ما فيش حاجة، انا بقولها بونسوار يا خالة. ده فرنساوي يا حاتم. وبعدين ايه الحفرة الكبيرة اللي متغطية بالسجادة دي؟ خالتك عاملة بول جوه بيتها؟ اكتم ولطش. شفت يا حتومة، زي ما الست بتقول لك، سمعتها؟ شفت ولدي خفرع؟ يا قوة الله، معقول يعني خفرع بتاع الهرم ده يبقى ابنك يا خالة؟ على كده بقى حضرتك تبقى مرات الملك خوفه بنفسه. مش اكتم ولطش. بس يهبل منك ليها؟ انا سميت ولدي خفرع عشان بحب لصرات. ولدي خفرع هو اللي هيخلص معاك البيعه. بس حقيقي يا خاله، اختيار موفق جدا للاسم بتاع ابن حضرتك. شابو. انا ما بستعملش يا بت والله الشابوه ده. ايوه بتستحمى بالصابون عادي. حاتم عارف يا بتي، خفرع ده ولد المدلع، وتخيخك ده اوطري، او زي ما بيقولوا كده فافي، هتشوفوه دلوقتي. مين الغرب اللي قاعدين دول، احباب ولا غراب؟ احباب يا ولدي، احباب. دول قرايبنا، حاتم والست مرته يا خفرع. يمي هو ده ابنك المدلع الخيخة الفافي؟
أمال لو كان سفاح كان بقى عامل إزاي؟ مالك 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 يا حاتم؟ هو حضرتك اتسخطت نحلة ولا إيه؟ عايز أقول لخفرع إزايك، بس صراحة أنا خايف منه. كيفك يا أستاذ حاتم بيه؟ إحنا جاهزين نشتري منك البيت. طيب زي ما حضرتك عاوز يا خفرع بيه، عاوز تشتريه اتفضل، عاوز تاخد البيت هدية برضو اتفضل، احنا اهل يعني ومفيش بينا فرق. اكتم يا حرمة. ايه ده ايوه حرمة، مفيش حريم عندينا بيتكلم في الشغل. يمي ولا كنيش فاكر نفسك الست الهوايش ولا المعلق جنون؟ لا 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 يا راجل، ايش جاب لي جاب؟ تاني بيفهم. يعني حاجتين مستغربة ليهم جدا، ليه عاوزين تشتروا البيت بالسعر العالي ده، وليه عاملين الحفرة الكبيرة اللي قدامنا دي؟ الحاجتين دول نفس السبب، نصرات. نصرات يعني يا خالة؟ الحفرة اللي قدامك دي حفرناها عشان ندول على اثارات تحت البيت. البيت اللي انت وارثه يا سحاتم برضك شارينه عشان ندور على اثارات اللي تحتيه. يا لصوص يا مجرمين، اكتب القطر. اسكتي يا صفصف، اسكتي، ما توديش نفسك في داهيه، ما هو ده ممكن ياكلوكي. احنا جايين نبيع البيت يا صفصف ونمشي. لا 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 لا، لا يمكن اشترك في جريمه زي دي، ولا حتى اخليك تشترك معاهم. جريمه ايه يا وليه انت؟ وليه؟ ايوه وليه وحرمه وكل الحاجات دي. يا وليه مفيش مشكله. الارض ارضنا وارض عيلتنا، يعني اللي عليها ملكنا وبرضه اللي تحتيها ملك. لا لا يا بيه، الاثار ملك بلدي، ملك مصر. اللي بتعملوه ده سرقه الخيرات وكنوز بلدي، مش كده وبس، ده خطر عليكم انتوا كمان. الحفر اللي بتعملوها تحت البيوت دي علشان تدوروا بيها على آثار ممكن توقع البيت، ويا ما قرينا وشفنا حوادث زي دي. ايه ده انت زلزال يا صفصف. احنا صعيدة يا ولد، ما يجلناش زلزال. ده مش زلزال يا حاتم، البيت بيقع بينا بسبب الحفر. ايه اللي بيحصل ده؟ اجري يا حاتم، اجري، اهرب بجلدك. انا هربت فعلا. كنتم مع يوميات صفصف، النجمة صفاء أبو الصعود. أنا واحدة ذكية مليون في المية، شاطرة ورياضية مع حبايبي كتير. ما بلاش حلوة نهار، ده انتي لفتي الأنظار، وكعبي عالي عليكي بجد ومش هزار. أنا بنك المعلومات ودماغي تشوى ولفات. طب شخل جيبك يا حلوة، أنا ناقصني حاجات. شخل جيبك يا حلوة، أنا عندي عزومات. شخل جيبك يا حلوة، أنا ناقصني حاجات. محسوبة بالدقيقة والثانية، وقتنا مع صفصف حاجة تانية، وقتنا مع صفصف حاجة تانية. يوميات صفصف، بطولة حلمي فوتة، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. يوميات صفصف، موسيقى والحان سيد الشاعر، توزيع شريف حمدان، هندسه صوتيه محمد شعبان. يوميات صفصف، تاليف احمد الاصلي، اخراج تامر شحاته. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.